السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواء شاهدت ذلك في الأفلام أو في الحقيقة، فإن الغريب في مرضى فقدان الذاكرة أنهم وعلى الرغم من نسيانهم تفاصيل حياتهم بأكملها وهويتهم الحقيقية، إلا أنهم قادرين على التحدث بلغتهم الأم، ولم تمح تفاصيل اللغة من ذاكرتهم. لكن كيف ذلك؟ كان هذا من الأسئلة الغامضة التي واجهت العلماء والأطباء لفترة طويلة، ومع الوقت تمكن الأطباء من التوصل إلى حل لهذا اللغز إلى جانب تساؤلات أخرى في نفس الموضوع. فمريض فقدان الذاكرة لا ينسى بعض التفاصيل من حياته، مثل القراءة والكتابة وقيادة السيارة ولغته الأم والكثير من الأمور الأخرى. في هذا الإطار قسم العلماء ذاكرة الإنسان إلى نوعين، ذاكرة تقريرية وذاكرة مهارية. النوع الأول هي التي تخزن المعلومات والحقائق عن الإنسان وحياته، ومسؤول عنها الفص الصدغي في الدماغ. أما النوع الثاني فهي التي تخزن المهارات التي يكتسبها الإنسان مع الحياة، مثل القراءة والكتابة والكلام والقيادة وغيرها الكثير. وتعتمد هذه الذاكرة على عدة مراكز في الدماغ، مثل المخيخ واللوزة الدماغية. ولذلك فإن الإصابات التي تصيب الذاكرة التقريرية لا تؤثر على المهارات التي يكتسبها الإنسان خلال حياته، ومن ضمنها بالطبع الكلام واللغة التي تعلمها خلال حياته. وبمعنى أوضح، فإن مريض فقدان الذاكرة يكون على معرفة بطريقة ربط الحذاء، في حين أنه لا يعلم بالضبط ما هو الحذاء، إلا أن المهارة التي اكتسبها خلال حياته جعلت من طريقة ربط الحذاء مخزنة في ذاكرته المهارية ولم تتعرض للفقدان. لكن بالتأكيد لكل قاعدة شواذ، فقد ظهرت حالات نادرة لأشخاص فقدوا ذاكرتهم التقريرية والمهارية معا، بحيث فقد المريض العديد من المهارات مثل القراءة والكتابة واللغة الأم. قبل أن تخرج رجاءً لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لك على طيب المشاهدة، ودمتم في أمان الله ورعايته.